قد يقول قائل لكن ما هو الحل؟ هذا هو الذي يراد، والناس تعيش أوضاع سيئة، وهناك من يعاني، وهناك مئات ألاف من اللاجئين، وهناك أوضاع مزرية داخل ليبيا. الحل باعتقادي يجب أن يكون ليبيا، ويجب أن يكون بنفس فوري، ويجب أن يكون وفق متطلبات الليبيين ومصلحة الشعب الليبي والوطن الليبي. هذا لن يكون ميسرا، ولكنه ممكنا، خاصة إذا ما حدثت تغييرات على المستوى الإقليمي في العواصم العربية الكبرى التي هي اليوم أيضا متواطئة مع ما يسمى بالمجتمع الدولي. نعم، هل سيسمح لليبيا بإدارة حوار ليبي ليبي يقود إلى حكومة ليبية ووليدة أبناء الوطن؟ لن يسمح لها، ولكن ممكن أن يفرض الليبيون، إذا ما فرض الليبيون ذلك على الواقع وفي منطق ثوري، فإن القوى الكبرى لن تستطيع أن تفعل شيء. لا تنسى أبدا أن كوبا كانت تبعد بالعشرات من الأميال على الولايات المتحدة، وظلت الولايات المتحدة تريد إخضاعها إخضاعا كاملا، ولم تستطع في نهاية المطاف رغم محاولات عديدة للإطاحة بالنظام الكوبي وباغتيالات لكاسترو، ورغم الحصار الاقتصادي والحصار السياسي والحصار السياحي، كل أنواع الحصار عرفتها كوبا الصغيرة. وكوبا ليست أكثر من 19 مليون، ومساحتها بالمناسبة تذكر 17 مرة على مساحة ليبيا. إذن كون البعض يقول أن القرار الدولي هو قرار حتمي ويجب أن نتبعه، نحن لم نستطع أن نفعل شيء، عليه أن يستمد أو ينظر إلى شعوب أخرى لا تؤمن لا بالله ولا برسوله ولا باليوم الآخر، ومع ذلك استطاعت أن تقاوم واستطاعت وانتصرت في النهاية. وانظر إلى أن أوباما الذي زار كوبا قبل شهرين أو ثلاثة بعد أن اعترف أن حصار 60 عام قد فشل، وأنه من الأفضل للأمريكيين أن يعيدوا علاقاتهم وفق ما تريده كوبا وليس وفق ما فرضته أو كانت تريده الولايات المتحدة.